نتنياهو يقول جاهزون للتوصل لاتفاق حول الأسرى وحماس تتمسك بشروطها في القاهرة. مع دخول الحرب شهرها السابع، الجيش الإسرائيلي يسحب قواته من جنوبي غزة باستثناء لواء واحد. إسرائيل تؤكد اكتمال الاستعدادات للتعامل مع أي رد إيراني، ووزير الخارجية عبد اللهيان إلى عمان. بسبب الجيش والدعم السريع، القوات المشتركة للحركات في دارفور تواجه خطر التفكك، وصدام محتمل يخلط أوراق الحرب. طابت أوقاتكم بالخير كله مشاهدين، أهلا بكم إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية من الحدث. معكم في تقديمها سعد الدين حسن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهم جاهزون للتوصل لاتفاق حول المحتجزين، ولكن لن يستجيبون لمطالب حماس. وأضاف أن حماس تأمل في الاستفادة من الضغط الدولي للحصول على مكاسب، وهذا لن يحدث بحسب نتنياهو. نتنياهو الذي أضاف أيضا أن القاهرة تستضيف اليوم اجتماعات مكثفة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق للتهدئة في قطاع غزة. وصرح مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة. في سياق متصل، قالت مصادر الحدث إن حماس طالبت في مفاوضات القاهرة بالتوقف عن ملاحقة قيادات الفصائل الفلسطينية واستهدافهم، كما اشترطت حماس عدم طرح أو مناقشة ملف نفي القيادات إلى خارج غزة. وذكرت المصادر أن حماس تتمسك بضرورة إلغاء عملية رفح للوصول إلى هدنة طويلة الأمد واستمرار المفاوضات، كما طالبت بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع للانخراط في المفاوضات بشكل أكبر. وأضافت المصادر أن حماس طلبت عودة جميع سكانها شمال غزة إلى منازلهم دون قيود. وفي السياق، مسؤول إسرائيلي تحدث لهيئة البث مقرا أن التظاهرات والاحتجاجات تزيد الضغوط على الحكومة لإنجاز صفقة التبادل وإعادة الرهائن. ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن المصدر الذي وصفته بالمطلع على المفاوضات قوله إن إسرائيل باتت مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة في هذا الوقت والذهاب بعيدا في صفقة التبادل، مشيرا إلى أن إسرائيل ستنظر في مقترحات جديدة سيقدمها الوسطاء المصريون والقطريون خلال جولة التفاوض الجديدة. من القاهرة ينضم إلي مراسل الحدث الزميل أحمد عثمان. أحمد، مرحبا بك. نعلم أن السرية تحيط بهذه المفاوضات، ولكن ما توفر من معلومات؟ هل وصل مدير الاستخبارات الأمريكية كذلك ديفيد بيرنيا ماذا عن ممثلي حماس أيضا، وكيف تتم عملية التفاوض إن توفرت لك طبعا بعض المعلومات؟ نعم بالفعل، يعني نبدأ سعد من الأحدث. وصل بالفعل رئيس المخابرات الأمريكية وكالة المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز، والتقى منذ قليل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وكان هناك بيان صادر من الرئاسة يحمل بعض العبارات المقتضبة حول أهمية هذه الجولة والجهود المبذولة من قبل الوسطاء سواء المصريين والقطريين بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنهاء القتال في قطاع غزة. بحسب ما علمنا من مصادر، فإن الساعات المقبلة ستشهد وصول باقي الوفود سواء الوفد الإسرائيلي برئاسة الشباك والموساد، وأيضا رئيس وزراء قطر. سيكون هناك إفطار، أيضا سيكون هناك أيضا حضور للوفد من قبل حماس بحضور السيد خليل الحية. من المنتظر أن تستمر المشاورات خلال ساعات المساء اليوم. من المنتظر أيضا أنه في حال ربما يعني الوصول إلى بعض التفاهمات قد تستأنف غدا أيضا اللقاءات من أجل الوصول.
ربما بحسب المعطيات والمعلومات المتوفرة حتى الآن من قبل بعض المصادر سيكون هناك محاولة لتجاوز ما تبقى من فجوات ما بين الآراء وما بين الطروحات سواء المتعلقة من جانب حماس أو من جانب إسرائيل، وهذا بناء على تراكمات ما تم البناء عليه خلال الجولات السابقة في كل من باريس 1 و2 وأيضا في الدوحة وأيضا في القاهرة. هناك بعض الملفات التي يبدو بأنها قد يكون هناك فيها نوع من المرونة المتعلقة ربما بأعداد النازحين. حماس تطالب بأن يكون هناك عودة شاملة للنازحين، هناك حديث عن أعداد أو إمكانية ليكون هناك زيادة في هذه الأعداد، سواء أيضا نقطة أخرى ملف آخر فيه نوع من المرونة قد يكون له متعلق بنسب من سيتم الإفراج عنهم من أسرى ورهائن من الطرفين، قد يكون هناك مرونة في هذه النقطة. ولكن تبقى المعضلة دائما وفي كل الجولات وفي كل المدن حول البنود التي يبدو أنها فيها نوع من التعنت، هناك من قبل حماس التي ترى بأنه يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، هذه نقطة معلقة. أيضا فيما يتعلق ب أن يكون هناك ضمانة بعدم اجتياح لرفح في هذا التوقيت. ما سيبذله المجتمعون في القاهرة في هذه الجولة قد تكون بحسب تعبير من قبل البعض بأنه الفرصة الأخيرة. هناك من يرى بأن المشهد الدولي يحمل ضغطا على إسرائيل سواء من الولايات المتحدة بشكل خاص أو حتى من المجتمع الغربي، هناك أيضا ضغوط تمارس من قبل حماس من قبل الوسطاء، وبالتالي هناك من يرى بأن هذا التوقيت هذا الحدود دور الكبير والقوي قد يشكل انفراجة. لا أحد يتحدث عن نبرات تفاؤل أو نبرات تشاؤم لأن البعض تجاوز هذه النقطة خلال الجولات السابقة. صحيح، وربما المؤشرات التي من الجيش الإسرائيلي وعملية الانسحاب وإن كانت تحسب إعادة تموضع تشير ربما إلى قابلية لتحقيق شيء ما هذه المرة. مراسل الحدث الزميل أحمد عثمان من القاهرة، أشكرك على كل هذه التفاصيل والإفادة والمعلومات. ولأول مرة منذ بداية حرب غزة أعلن متحدث عسكري إسرائيلي سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة. وأفاد الإعلام الإسرائيلي عن تمركز القوات قرب منطقة السياج وعلى طريق الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة، وفيما رأت أن هذه التحركات تعتبر إعادة تموضع لقوات الجيش وليس انسحابا. نقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن مسؤول أمني إسرائيلي أن العملية البرية لم تنتهي بعد. وفي السياق أفاد مراسل الحدث عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة في عملية إطلاق النار شرقي قلقيلية. وأشار إعلام إسرائيلي إلى أن الأمن يحاصر قرية النبي إلياس قرب قلقيلية بحثا عن مطلق النار على الحافلة. من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي حدوث إطلاق نار على حافلة شرق قلقيلية بالضفة الغربية قائلا إنه دفع بتعزيزات أمنية إلى المنطقة. كما قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. وأفادت الوكالة الفلسطينية عن شن إسرائيل غارات على منازل في حي الجنينة في مدينة رفح وأخرى في خان يونس جنوب القطاع. وذكرت الوكالة أن الغارات استهدفت كذلك منطقتي الزنة وبني سهيلة شرق خان يونس، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. وكانت الصحة في غزة قد أعلنت ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى 33,137. وفي سياق متصل قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن المنظومة الدفاعية أكملت الاستعداد للرد على أي سيناريو محتمل في مواجهة إيران.
وكانت إسرائيل قد وضعت جيشها في حالة التأهب القصوى وألغت إجازات الوحدات القتالية واستدعت جنود الاحتياط إلى وحدات الدفاع الجوي وحجبت إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS، فيما أشارت تقارير أمريكية إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة تأهب عقب تعهد إيران بالرد على مقتل عدد من قادة الحرس الثوري في غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. في ذات السياق وفي إشارة إلى الرد، اعتبر كبير مستشار المرشد الإيراني رحيم صفوي اعتبر أن السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة. صفوي قال خلال تأبين قتل الغارة الإسرائيلية إن أمريكا وإسرائيل فشلوا في مواجهة محور المقاومة على حد تعبيره، كما قال إن الأحداث التي تجري الآن تختلف تماما عن العقود الأربعة الماضية وستشكل مستقبل المنطقة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب أبادي طلب من المدعي العام متابعة قضية استهداف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل العسكريين الإيرانيين، ودعاه إلى مقاضاة إسرائيل وملاحقتها جنائيا عبر الجهات المختصة المحلية أو الأجنبية أو الدولية. في الأثناء يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يزور سلطنة عمان في مستهل جولة إقليمية سيخوضها في المنطقة. زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط تأتي بعد نحو أسبوع من الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. للنقاش من القاهرة أرحب بالكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام الأستاذ أشرف العشري. أبدأ معك بمسائل الهدنة وهذا الزخم الكبير هذه المرة في العاصمة المصرية القاهرة. مديرا المخابرات الأمريكي والإسرائيلي، رئيس الوزراء القطري بالإضافة إلى الجانب المصري، وصول حماس، وهل من مؤشرات إذا قرأنا ما يجري الآن داخل القطاع وهذا الانسحاب الكامل من جنوبي وإن عده البعض في إطار إعادة تموضع؟ يعني مساء الخير يا أستاذ سعد الدين. بكل تأكيد هناك متغيرات عديدة ومتلاحقة على مدار الساعة منذ الخميس الماضي وحتى صباح اليوم. بعد ساعتين من الآن من المفترض أن يكتمل وصول الجانب الإسرائيلي وفد أساس القاهرة رئيس المخابرات الإسرائيلية والشباك، ومعهم أيضا وفد من القوات المسلحة والجيش الإسرائيلي، وأيضا رئيس وزراء قطر سيصل في الساعة 4:30. وأعتقد أنه ستكتمل هذه المباحثات اليوم وغدا 48 ساعة حاسمة فاصلة في تاريخ هذه المفاوضات، إما التوصل إلى اتفاق وإما أن يكون هناك بالفعل إبعاد لشبح أي نوع من التوصل لهدن خلال حتى على الأقل شهر أو شهرين من الآن. لكننا في ضوء المعطيات أؤكد على أن أقرب إلى توصل اتفاق خلال 48 ساعة القادمة في ضوء المعطيات المتوفرة لدي من القاهرة. كل الأمور أصبحت إلى حد ما طازجة. الضغوط الأمريكية أساس معطيات رئاسية لعبت دورا كبيرا في تغيير تعديل وجهة النظر الإسرائيلية. الأولى هي المكالمة الساخنة الغاضبة من قبل الرئيس الأمريكي يوم الخميس الماضي مع نتنياهو 30 دقيقة، وجه إليه كثير من بعض المواقف المتشددة وتغيير المعادلة الإسرائيلية، وهذا ما سينعكس على وزارة الوفد الذي ربما يحصل على صلاحيات أوسع في ضوء ما حصل في اجتماع الكابينات الإسرائيلي اليوم وتفويض الوفد الذي يصل القاهرة الساعة 4 بكثير من بعض الصلاحيات. السبب الثاني الضغوط في الشارع الإسرائيلي، ضغوط بالغة الأهمية، مظاهرات وصلت إلى الكنيسة، إلى وزارة الدفاع، إلى بيت نتنياهو، إلى كثير من مرافق الدولة في إسرائيل في القدس وتل أبيب، وشلت الحياة بشكل كامل، وعمليات دهس من قبل الشرطة والجيش باتجاه المتظاهرين الإسرائيليين، وأمر اعتبره الجانب الإسرائيلي ممثلا في رئيس الدولة في إسرائيل خط أحمر، وهذا الأمر سيؤدي أن يكون هناك بالفعل تغيرات في الموقف الإسرائيلي ستنعكس بشكل إيجابي على ما سيطرح اليوم وغدا في مفاوضات رؤساء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والمصرية ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن. السبب الثالث وهو تسخين الإطار الإيراني الإسرائيلي. إسرائيل لا تريد أن تكون هناك حرب على جبهتين في وقت واحد، ولا تعطي مبرر لأن يكون هناك بالفعل أي نوع من المواجهة في الداخل، داخل قطاع غزة، وحتى فيما يتعلق مع أدوات إيران في المنطقة، وحتى عمل من إيران في هذه المرة سيتم تنفيذه ويتترقب الضربة في أي لحظة وأخرى، وبالتالي تريد أن يكون هناك بالفعل استخلاص لكل الجهود موجهة باتجاه الاستعداد للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية في حالة وقوع ضربة إيرانية قبل نهاية شهر رمضان. في المقابل حماس قدمت كثير من
من التنازلات في الساعات وفي الأيام الماضية، أرى أن مفارات القاهرة في ضوء المعطيات ربما تسفر غدا عصر غدا عن نتائج إيجابية، لأن هناك توجه الآن في القاهرة أنه ربما يعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى ليلة عشية عيد الأضحى أي يوم الثلاثاء صباحا أو الأربعاء على أكثر تقدير، وأن كل الأمور الآن طازجة أو يتم تسويتها باتجاه أن يكون هناك بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الإطار باريس 42 مقابل ما يقارب 800 بما فيهم ذات المحكوميات العالية. لكن رغم كل هذه المؤشرات المتفائلة وحقيقة واقعية هي ما تطرحه، ولكن قبل قليل نتنياهو قال لا وقف لإطلاق النار إلا بعد إطلاق سراح المحتجزين، فأي سياق يمكن أن نقرأ هذه التصريحات مع قبل ساعات من انطلاق هذه الجولة أستاذ أشرف؟ مرتبط هذا الأمر مرتبط بأما ما سيسفر عنه وقف إطلاق النار أي الاتفاق على تنفيذ الهدنة أو المرحلة الأولى من الهدنة الاتفاق الإطاري باريس 2 مقابل أن يكون هناك إفراج عن 40 من الأسرى من الشيوخ والأطفال والنساء وأيضا كبار السن، وأعتقد أن هذا الأمر انتهي منه تماما في الأسبوع الماضي في القاهرة. النقطة العالقة يا صديقي أستاذ سعد هي النقطة الخاصة بعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، حتى أمس الأول كان هناك كثير من العقوبات الجانب الإسرائيلي، يبدو أنه ألمح في إشارات للجانب المصري والجانب القطري وما يكون هناك بالفعل، خاصة أن الرسائل التي أرسلها الرئيس بايدن لكل من الرئيسين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر في يوم الخميس الماضي والجمعة الماضية تحمل كثير من نبرة التفاؤل الأمريكي أن أمريكا استغلت كل ضغوط أدوات الضغط على الجانب الإسرائيلي وأدلت برفع الغطاء العسكري والسياسي ما لم يكن هناك تجاوب بأي صيغة. يعني هل ستوافق إسرائيل على هذا على مطلب حماس أن يعود جميع النازحين إلى منازلهم في الشمال أم لا؟ المسألة تحتاج أن يتواضع الطرفان أو أن ينزعا إلى منطقة وسطى تنازل هنا وهناك، يعني كانت إسرائيل تشترط السن بالفعل سيتم البحث في قواسم مشتركة على مدار اليومين اليوم وغدا، هذه القرارات ستكون الأولى والأهم على جدول أعمال مباحثات المسؤولين الكبار في القاهرة اليوم وغدا، لأن من أجل هذا الغرض أتى ويليام بيرنز رئيس الاستخبارات الأمريكية عندما شجعه الرئيس الأمريكي وقال للجانب المصري والقطري أن هناك بوادر إيجابية وأن أمريكا تريد أن تتعاطى مع هذا المشهد حتى يكون هناك قبل حلول عيد الأضحى عيد الفطر أن يكون هناك توقع لإمكانية تنفيذ المرحلة الأولى من الهدنة 6 أسابيع. أعتقد أن هناك بالفعل تخلي إسرائيلي عن مسألة 2000 وما يزيد العدد قليلا مع وضع نقاط تفتيش سيتم وضعها والسماح لمن أقل من 50 عاما بالذهاب إلى مع عائلتهم ما لم يكن مطلوبين لدى الجانب الإسرائيلي. أما النساء والأطفال وكبار السن هذا الأمر تم تجاوزه، لكن كانت المعضلة في العدد، حماس ترفض 2000 وتريد أن يكون هناك أعداد ما يقارب 5-6 آلاف يوميا مقابل زيادة الشاحنات. الجانب الأمريكي اتفق مع الجانب الإسرائيلي وتم التوافق حتى بدخول 500 شاحنة يومية، وأعتقد هذا الأمر رقم إيجابي بعد أن كان 50 شاحنة في اليوم فقط، وهذا الأمر سيلعب دورا كبيرا في تسوية توفير أرضية للبناء عليها خلال مفاوضات القاهرة اليوم والغدا. عندما يصل رئيس الاستخبارات الأمريكية للقاهرة بعد غياب عدة أسابيع أعتقد أن في الأفق كثير من الملامح الإيجابية التي تشير إلى أن هناك بالفعل صيغة تفاهم لإمكانية التوصل إلى تفاهمات وحماس إلى حد ما قدمت تنازلات كثيرة، خاصة أنها ترى أن كثير من أوراق وشعبات داخل قطاع غزة تراجعت كثيرا، هي تريد أن تحافظ على الجزء الباقي من حضورها بأن بتمسكها وتشددها في مطالبها، لكن الناس تقبل في نهاية الأمر فضوء الوضع المأساوي في قطاع غزة وفضوء الحضور والنجاح الذي حققته مصر وقطر والاختراقات مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي طيلة الأيام الماضية منذ الأربعاء الماضي حتى ليلة أمس. الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام الأستاذ أشرف العشري، أشكر لك كل هذه الإفادات والقراءات. هذه الساعة الإخبارية مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. البحرية الأوروبية في البحر الأحمر تعترض صاروخا قام بإطلاقه الحوثيون باتجاه إحدى السفن التجارية. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة
فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى. نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا، من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أهلا بكم من جديد. في تطورات الملاحة البحرية في البحر الأحمر، أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بوقوع حادث جديد على بعد 59 ميلا بحريا من جنوبي غرب مدينة عدن اليمنية. وأوصت الهيئة البريطانية السفن المارة بالابتعاد عن هذه المنطقة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. هذا وأعلنت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا من جنوب غرب الحديدة في اليمن، وربان السفينة أبلغ عن إطلاق صاروخين بالقرب من السفينة. وأضافت الهيئة أن قوات التحالف اعترضت الصاروخ الأول بينما سقط الصاروخ الثاني في المياه على مسافة من السفينة. في سياق متصل، قالت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر، قالت إنها اعترضت صاروخا قام بإطلاقه الحوثيون باتجاه إحدى السفن التجارية. وأضافت المهمة في بيان لها أن الفرقاط الألمانية هاسن أحبطت هجوما صاروخيا أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين. للنقاش من برلين ينضم إلي خبير الأمن الدولي وعضو مجلس الأمن القومي في حزب الاتحاد الأستاذ مصطفى العمار. مرحبا بك أستاذ مصطفى. يعني شهدنا انخفاضا ربما في وتيرة هذه الهجمات، واشنطن كانت تقول أن ما تقوم به هو الذي حد من ذلك، ولكن بالتزامن مع ما يدور بين طهران وتل أبيب، هل يمكن أن تكون طهران قد قررت اختيار الحوثيين للتصعيد في البحر الأحمر كنوع من أو جزء من الرد؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. مرحبا مساء النور. لا أعتقد أنه كان هناك تهدئة للأوضاع في جنوب البحر الأحمر، وإنما هناك عبارة عن تكنيك يستعمل ربما الحوثيين أو أيضاً إيران التي هي تستعمل سواء كان الحوثيين وغيرهم كأذرع لها بالدخول في بعض الصراعات والنزاعات خارج أراضيها. لكن ما شاهدنا يوم أمس الفرقاطة هيسن الألمانية التي هي من ضمن قوات التحالف الموجودة هناك ومن ضمن الحلف الموجود الأوروبي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تصدت إلى تقريبا هو ثاني هجوم لها، تصدت إلى صواريخ كانت تستهدف سفينة حربية، سفينة مدنية تجارية هناك. وأعتقد أن وجود فرقاطة هيسن عزز من هذه الشراكة، عزز من الأمن، وعزز أيضا في الحفاظ على الأمن والملاحة البحرية. أعتقد أنه التصعيدات التي حصلت الآن في الفترة الأخيرة سوف تكون لها أيضا مثل ما يقولون لربما سوف يكون لها صدى أكبر وأوسع مما حصل في السابق، لأن إيران هي تستخدم مثل ما ذكرت جميع أذرعها سواء كان
داخل اليمن أو خارجها وتقريبا حتى في لبنان والشرق الأوسط، وتريد هناك أيضا أن تزعزع عن المنطقة. وأعتقد أنه الاتحاد الأوروبي على علم بذلك وأيضا على يقظة، لكن هنا السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا سوف تقدم أيضا هذه الدول التي هي ضافت أو تستضيف وتحتضن الميليشيات الإيرانية على أراضي مثلها لبنان والعراق وغيرها. يعني بالضبط هذا ما كنت أود أن أسأله، هل سنقول سنواصل أنها تصدت منعت إلى أي حد؟ يعني لأنه ربما تجاوزنا الشهرين من هذه الهجمات، وهجمات بريطانية وأمريكية، يبدو أنها لم تحدث شيئا، ما زال الحوثيون قادرون على استهداف هذه السفن ولو بشكل طفيف. يعني هذا مزعج ومعطل للملاحة في هذا المضيق المهم. السؤال هنا يوجه إلى إيران. إيران إلى أين تريد أخذ المنطقة بأكملها برمتها، سواء كانت عن طريق الحوثيين أو طريق أيضا الميليشيات الأخرى اللي موجودة؟ ما الذي تريده إيران في المنطقة؟ ما هو الأهداف التي تريدها إيران من تحقيقها؟ أعتقد هنا يجب مثل ما ذكرت على الدول أيضا التي هي احتضنت هذه الميليشيات أن تراجع نفسها وتراجع حساباتها، لأن لا يوجد هناك تهدئة سوف تكون سواء كان في البحر الأحمر أو حتى في المنطقة بأكملها، إلا أيضا بأن يكون هناك ردع لإيران داخل إيران، من داخل إيران، حتى يكون هناك كف لهذا الإرهاب التي تزايد في هذه الآونة الأخيرة. وأعتقد التهديدات التي صرحت فيها أيضا ملالي إيران مثل ما قالت سوف تستهدف السفارات الإسرائيلية وغيرها، هذا تهديد للأمن العالمي. يعني نفترض أنها استهدفت السفارة الإسرائيلية في برلين واستهدفت السفارة في بلدان عدة مثلها الأردن، وهي أيضا تستعمل الآن مثل ما يقولون الخطابات التي هي تريد أيضا تأجيج الشوارع العربية أيضا أن يقومون هناك بانقلابات على حكوماتهم. على سبيل المثال هي هذه ليس فقط في الدول العربية، وإنما أيضا صرحت بها وأيضا أعطت هذه الإشارات أيضا للدول الموجودين المهاجرين أو المسلمين الموجودين أيضا في الدول الأوروبية، طلبت منهم أيضا الانتفاضة ضد أو مثل ما يقولون أيضا التظاهر ضد حكومات الأوروبية لأنها تدعم إسرائيل. أعتقد هنا لدينا مثل ما يقولون تأجيج للشارع، وهو أيضا بث المعلومات الخاطئة ديسنفورماسيون وغيرها، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك أيضا فعلا حد لهذه النزاعات. يجب هناك حد للرد من هذه لربما دعني أقول هذه الحركات الإرهابية، لأن هذه عبارة ايديولوجيه ارهابيه تستعملها ايران منذ فتره طويله ليس بجديده. يعني بمناسبه الاستخدام، هل وارد ان يكون الحوثيون واحده من الوسائل التي يمكن ان ترد بها طهران على تل ابيب؟ ربما في بدايه الهجمات سمعنا عن صواريخ حوثيه وصلت الى ايلات مثلا، القرب الجغرافي، هل يمكن هذا وارد ام لا؟ ستكتفي طهران بان يلعب الحوثيون هذا الدور في عكننه وعرقله طريق الملاحه عبر البحر الاحمر في مضيق باب المندب؟ استراتيجية إرهابية، هناك كل شيء وارد في هذا المضمار وفي هذا الميدان، كل شيء وارد، ويجب أن يكون هناك أيضا التصدي، وأيضا يجب أن يكون هناك أيضا التحضير لتصدي مثل هذه الهجمات. مثل ما تعرف نحن نتكلم هنا عن أشياء مفتوحة، كل شيء وارد. إيران تريد هنا أيضا أن تستعمل كل أذرعها والضغط عليهم بأن يكون هناك لهم رد قاسي، وهذا الرد القاسي لربما تدفع ثمنه الشعوب هذه البلدان التي تعتبر أذرع لإيران. لكن مثل ما شاهدنا يوم أمس أيضا كان استهداف لأحد المطارات أعتقد في إسرائيل من قبل أحد الميليشيات في أحد الدول، أعتقد أن الرد سوف يكون من قبل هذه الأذرع، لكن هناك استراتيجية والتأهب ليس فقط في جنوب البحر الأحمر، وإنما أيضا التأهب أقصى لربما أقصى حالات التأهب يجب أن يكون هناك في عدة دول منها أوروبا أيضا التي وضعت هذه هنا لدينا في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي. يجب أن يكون هناك فعلا تكون حذر، ويجب أن يكون أيضا هناك تقريبا استراتيجية واضحة مثل ما يعرفه ويعرف الإعلام، حتى أعتقد ذكرها إعلامكم الموقع. ألمانيا الآن بدأت مثل ما يقولون بتطوير سلاحها العسكري الجيش الألماني البوندسوير، وأيضا هناك تأسيس أيضا لعمل وحدة خاصة التي هي وحدة خاصة تكون خاصة ككوماندوز فقط داخل ألمانيا وخارج ألمانيا، وهذا يعطي المؤشرات واضحة ورسائل جدا واضحة. نحن نناقشها أيضا في المجلس الأمن القومي أن يكون أيضا لها دور في لعب مثل ما يكون لتصدي الهجمات الإرهابية، سواء كانت ربما في جنوب البحر الأحمر أو في الدول العربية الأخرى، مع المؤشرات الإيجابية التي تقول أن هدنة ربما في الطريق، يعني مع الضغوط في الشارع الإسرائيلي وكذلك الانسحاب من شمال القطاع، من جنوب القطاع، من خان يونس تحديدا، والبقاء في السياج من قبل إسرائيل، هل ذلك سيحد من هجمات الحوثيين أم لا؟ كما قالوا سابقا أن ما يجري لم يعد مرتبطا بما يدور في غزة بعد استهداف بريطانيا وأمريكا لعدد من المواقع في الحديدة على سبيل المثال.
حصلت في الزمانات العديد من الهدنات، سواء كانت يعني قبل ما حصل هذا التصعيد، سواء كان في غزة أو غيرها، لكن للأسف الحوثيين لم يكفوا عن هذا الأذى، لم يكفوا عن هذه الممارسات الإرهابية والضغط على الدول، وأيضا استهداف الجلوبال سيكوريتي التي من الملاحة وغيرها، حتى أنا على تبادل مع القائم بالأعمال السفارة اليمنية في هنا في برلين السيد لؤي، وأيضا شكى وقال لماذا الدول الأوروبية إلى الآن لم تتدخل بإيجاد حل، لماذا تدع فقط بعض الدول العربية ودول الخليج أيضا في التصدي للحوثي، لماذا لم يكن هناك أيضا رد أوروبي؟ أعتقد كان هنا إهمال جدا واضح من الاتحاد الأوروبي، لكن الآن جميع أيقن بأن الإرهابيون الحوثيون الذين هم ممولين ومدعومين من إيران لهم تأثير جدا كبير وسبب في دمار العديد من الدول. من برلين خبير الأمن الدولي وعضو مجلس الأمن القومي في حزب الاتحاد الأستاذ مصطفى العمار، شكرا لحضورك وكل ما تفضلت به من إفادات وإقراءات. هذه الجولة مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. حركات الكفاح المسلح السودانية تفيد بمعلومات مؤكدة عن أن الدعم السريع يستعد لهجوم على الفجر. تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غير المسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكايا. احنا اليوم في نكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أهلا بكم من جديد إلى الملف السوداني، حيث قالت حركات الكفاح المسلح إن لديها معلومات مؤكدة تفيد أن قوات الدعم السريع تستعد لهجوم على مدينة الفاشر في شمال دارفور. وذكر البيان المشترك أن الحركات عقدت اجتماعا موسعا في بورت سودان بحضور لجنة إسناد القوات المسلحة، حذرت خلاله قوات الدعم السريع من مغبة الهجوم على مدينة الفاشر، مضيفة أن قواتها والقوات المسلحة والقوى الشعبية في الفاشر على أتم الاستعداد، ليس لصد الهجوم فحسب بل لدحر قوات الدعم السريع وتحرير دارفور وكل السودان، وفق نص البيان. في سياق متصل، قالت حركة العدل والمساواة إن قوات الدعم السريع قتلت 20 مدنيا في هجمات على قرى غرب مدينة الفاشر شمال دارفور قبل يومين. وأدانت الحركة الهجوم في بيانها وقالت إن العشرات من الذين أصيبوا معظمهم من الرعاة، كما ناشدت المجتمع الدولي حث الدعم السريع للالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومحاسبتها على الجرائم ضد الإنسانية، خاصة أن الهجوم الذي استمر لثلاثة أيام أدى إلى فرار أعداد كبيرة من السكان بعد حرق قراهم، ووصل بعضهم إلى مخيم زمزم للنازحين في دارفور.
سودانيا أيضا تصاعدت حدة الخلافات والتصريحات في إقليم دارفور بين الحركات المسلحة المقاتلة إلى جانب الجيش والمحايدة بشأن تشكيل قوة مشتركة لتسهيل حركة المواطنين ومنع وقوع نزاعات قبلية، حيث أعلنت كل من حركة تحرير السودان بقيادة الهادي إدريس وحركة التجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر وحركة التحالف السوداني بقيادة حافظ عبد النبي عن عزمها تكوين قوة مشتركة بدارفور. من جانبه اعتبر مصطفى تنبور قائد حركة تحرير السودان التي تقاتل إلى جانب الجيش أن هذه الحركات داعمة لقوات الدعم السريع، متوعدا أن حركات الكفاح المسلح في دارفور التي تحارب إلى جانب الجيش سوف تقاتل هذه الحركات وتقوم بتجريدها من أسلحتها ومركباتها في وقت وجيز على حد تعبيره. من بورت سودان للنقاش ينضم إلي الدكتور إدريس لقمة القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية. مرحبا بك دكتور إدريس، ما هي الشواهد والمؤشرات على أن الدعم السريع يود أن يهاجم الفاشر؟ أليس هو موجود في الفاشر في جزء منها، وما يجري هو في إطار ما نجحت فيه الأعيان والإدارات الأهلية بأن تخلق نوعا من الوجود الماء وتفصل بين الجيش والدعم السريع، أما أنه يريد السيطرة كاملة على الفاشر ومعركته؟ السلام عليك أخي. تفضل. السلام عليك أخي وللسادة المشاهدين ولأسرة حدث وللأمة الإسلامية المترقبين العيد القادم إن شاء الله بخير. في الحقيقة الدعم السري موجودة في مدينة الفاشر في الجزء الشمالي والجزء الشمالي الشرقي من مدينة الفاشر، وذلك نتيجة للعلاقات والنتيجة للعمل الذي قامت به لجنة الوسطاء من قبل عدة شهور نزع فتيلة الحرب في مدينة الفاشر. ولكن في الحقيقة الدعم السري هي وجودها هي كانت يعني نقطة خطر على المواطنين على وعلى البعثاء على المجموعات الموجودة وعلى الحركة التجارية وعلى غيرها، لأن دعم سريع يمارس الابتزاز ضد المواطنين المنطقة بصفة عامة. هذا ما دعت إلى حركة الكفاح المسلح أن تضع هذا الأمر مع القوات المسلحة بأن المجموعات التمرد أو الميليشيات إما لها أن تنسحب من المدن بصفة عامة، وإن أرادت أن تقاتل القوات المسلحة تقاتلها خارج المدن. يعني سؤالي عن القتال نفسه، ما الذي يمكن أن يفجر القتال طالما أنك ذكرت أستاذي الدكتور إدريس عذرني، سؤالي هو عن ما الذي يفجر القتال كما ذكرت أنت، ومعروف الدعم السريع موجود في الفاشر، الجيش موجود في الفاشر، هذه الحركات التي ذكرتموها موجودة والوضع إلى حد ما داخل المدينة لا قتال، وبالتالي ما هي الشواهد التي تقول أن الدعم السريع سيشن هجوما وبالتالي سيضطركم إلى مواجهة هذه الحركات وحذرتم من ذلك؟ يعني طيب خلال الأسبوعين إلى 3 أسابيع المضت إذا رجعنا إلى الوراء قليلا ورأينا بأن مجموعات الدعم السريع أصبحوا يهاجمون ارتكازات قوات الكفاح وقوات المسلحة الموجودة في المدينة، وبذلك كانت هي باعتبار خرق واضح لما قام به أعيان دارفور، إضافة على ذلك رفض وصول المعينات والمواد الإغاثية وغيرها لأنها هي المدخل تدخل عبر بوابات المسيطرين عليها الدعم السريع، وهذا ما دعا إلى بأنه سياسة تجويع المواطنين في مدينة الفاشر بصفة عامة، وهذا ما يرفضه الجميع وحتى المجتمع الدولي مش الحركات الكفاح والجيش فقط والمواطنين أيضا. فهذا ما دعت الحركات وحركة الكفاح المسلح والجيش لطرد الميليشيات من مدينة الفاشر، وذلك إن شاء الله لن تأخذ وقتا طويلا، فهذه الميليشيات سوف تخرج من مدينة الفاشر وإن شاء الله ينعم الإنسان إنسان الفاشر أو إنسان دارفور بالأمان، وسوف تصل إليها المواد الإغاثية وحركة النقل من المدينة إلى الأماكن الثانية خاصة في اتجاه الشرق. وما الدواعي لأن تواجه حركات الكفاح المسلح مجتمعة بعضها البعض، يعني وهي حملت قضية واحدة وهذه الحركات الأخرى تقول أنها تريد فقط أن تكون قوة مشتركة لتسهيل حركة الناس والرعاة
ولعلها تقف في الحياد، وإن كان لكم رأي في الحياد، ولكن الحياد على الأقل موقف إيجابي أفضل من العداء يعني. لا الشبكة تعبانة، نتمنى بأن مثلا الصوت يصلكم. في الحقيقة ليس هنالك حركات كفاح مسلح يعني بمعزل عن الحركات الكبيرة الموجودة وهي حركتي السودان وقوة التجمع. فالإخوة اللي موجودين الآن منهم الطاهر حجر والهادي إدريس هم كانوا خرجوا بمجموعة بسيطة جدا من المجموعة وتعاونوا مع السري ووضعوا أيديهم على يد الدعم السري وهذا ما يرفضه نعم. الجميع. دكتور إدريس أعذرني بالفعل الشبكة من عندكم من المصدر ضعيفة جدا، نتمنى أنك سبك في مرات أخرى. شكرا على كل ما تفضلت به وشكرا لحضورك في هذه الاستضافة. سودانيا أيضا، أعلنت السلطات في ولاية كسل شرقي السودان منع دخول النازحين للمدينة بذريعة أن جميع مراكز الإيواء الموجودة فيها ممتلئة ولم تعد قادرة على استقبال المزيد، ولذلك يجري توزيع النازحين الجدد على بقية المحليات والقرى. وتشهد ولاية الجزيرة موجة نزوح جماعي إلى ولايات سنار جنوب شرقي السودان والقضارف وكسل وبر السودان شرقا ونهر النيل شمالا بالتزامن مع موجة كبيرة من الانتهاكات التي تعرض لها سكان القرى في الولاية. ورغم ظروف الحرب التي تقترب من إكمال عامها الأول، لم يتخلى السودانيون عن الاستعداد لعيد الفطر باقتناء ثوب جديد أو الجلابية بالنسبة للرجال، حيث يقومون باختيار قماش الجلابية بعناية، ومن ثم يذهبون إلى محال حياكة الملابس للصناعة كما هي العادة في كل عام، حيث شهدت محال حياكة الملابس في بور سودان إقبالا كبيرا من أهل المدينة وكذلك من النازحين الفارين إليها بسبب الحرب من أجل اختيار القماش المناسب لجلابية العيد. لكن هذا الإقبال ليس كسابقه قبل اندلاع الحرب التي فقمت من الوضع الاقتصادي الذي يعاني في ظله معظم السودانيين. الناس بتشكي والله، بتشكي إنه ظروف حسب الحرب وضغوطات في المعيشة، في ضغوطات في الدخل، في ناس يعني أمورنا تدهورت، في ناس أمورنا تدهورت خالص. نسأل الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال. بالرغم من ظروف الحاصلة في البلد والحروب والمشاكل الموجودة، الناس مقبلة على شراء الملابس والزي السوداني الثابت، وأسعار الأسعار طبعا متفاوتة مع الشغل الحبوري عليه، لكن الحمد لله. لكن الناس متواجدة فيها كثيرة، جاء يعني أكثر من بزاد الحركة ما هي دخانات تكون كثيرة كده، لكن الحمد لله بين الحرب الحاصل والكلام الناس لابسة الجلابية ما خلتها بتجيب طيبة. أفادت وسائل إعلام إيرانية أن رجال أمن أطلقوا النار باتجاه طائرة مسيرة من نوع كوادكوبتر كانت تحلق فوق مركز للشرطة في مدينة تشابهار. وكانت المنطقة قد شهدت اشتباكات عنيفة بين الحرس الثوري الإيراني وجيش العدل البلوشي قبل أيام. نقل إعلام سوري محلي عن مصادر طبية تسجيل 15 حالة وفاة بمتحور كورونا JN1 خلال الأسبوعين الماضيين. وزارة الصحة السورية كانت قد أعلنت في وقت سابق وفاة شخصين فقط، وبحسب الإعلام المحلي فقد انتشر المتحور الجديد في العاصمة خلال الأسابيع الماضية، فيما امتنعت مستشفيات عن استقبال الحالات الطارئة التي تعاني من التهاب القصبات الصدرية واحتقان وألم البلعوم المترافق مع حرارة ونقص في الأكسجين.
في سوريا أيضا تتواصل الفوضى الأمنية جنوب البلاد وسط تصاعد الاغتيالات بشكل لافت، حيث قتل عنصران يعملان ضمن مجموعة محلية في محافظة درعا جراء استهدافهما بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين في بلدة اليدودة في الريف الغربي للمحافظة، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة وفقا للمرصد السوري. رغم تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية التي اتبعتها الأردن مع الحكومة السورية لحفظ أمن حدودها الجنوبية مع المملكة، إلا أن المخاوف الأردنية تزداد مع ازدياد عمليات التهريب وتطور أساليبه. كاميرا الحدث رصدت جانبا من هذا التوتر على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للأردن مع سوريا، ورافقت قوات حرس الحدود الأردني يوما كاملا مع الزميل عماد العضيلة. اللحظات الأصعب بدأت، ما يعني نشاطا في حركة المهربين مع ساعات الليل. رصد هؤلاء والتصدي لعمليات تهريبهم يتطلب تأهبا منقطع النظير لقوات حرس الحدود. نقف هنا على الحدود مع سوريا برفقة الجيش الأردني وسط مشهد هادئ قد يتغير في أي لحظة. هدوء لم يدم طويلا. حرس الحدود الأردني ليلهم طويل، عيونهم لا تنام تراقب بحذر. تم مشاهدة شخص بالمواقع الأمامية تعامل مع الهدف. حذر يخضع لرقابة صارمة على مدار الساعة باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التي يتعامل معها الجيش، لا سيما الكاميرات الحرارية المتطورة التي ترصد أي حركة وسكنة. يتم السيطرة على الواجهة الحدودية ضمن منطقة المسؤولية، وذلك من خلال منظومة الاستخبارات المتقدمة الآيس، أجهزة المراقبة الليلية والنهارية، أجهزة رصد راداري على طول الواجهة. تحولت الحدود إلى ساحة اشتباك دائم، قائمة طويلة من التحديات تواجهها قوات حرس الحدود، ليس أقلها الضباب والعواصف ووعورة المنطقة وطول الحدود التي تمتد لأكثر من 375 كيلومترا، ناهيك عن تلاصق القرى الأردنية والسورية عند تلك الحدود. يتم تذليل هذه الصعوبات والتحديات من خلال توظيف كافة الأجهزة الحديثة والأسلحة المتطورة التي تم تزويدنا بها، ظهرت من خلال إحباط عمليات التسلل والتهريب خلال الفترة الماضية. يواجه الجيش أساليب تهريب غير تقليدية، منها ما يجتاز الحدود جوا بطائرات مسيرة من دون طيار، أخطرها تلك المحملة بمادة TNT شديدة الانفجار. يعتقد الأردن جازما أن ثمة من يغض الطرف عن أولئك المهربين، وهناك أحاديث تسمع داخل الأروقة الرسمية مفادها أن الدولة السورية تتحمل مسؤولية كبيرة عما يجري على حدودها، لا سيما أن أصابع الاتهام موجهة إلى حلفائها من الميليشيات الإيرانية وحزب الله. أرقام التهريب التي يعلنها الجيش الأردني تدق ناقوس الخطر، ففي العام الماضي مثلاً تم إحباط تهريب أكثر من 9 ملايين حبة كبتاجون، إضافة لضبطه أكثر من 25,000 كف حشيش وحوالي 4 كيلوغرامات ونصف الكيلو من مادة الكريستال وما يقارب 15,000 حبة ترامادول. والأخطر من ذلك كله مواجهات مستمرة أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من الأسلحة بكافة أشكالها، بدءا من القنابل اليدوية والصواريخ وحتى المتفجرات والألغام. من الحدود الأردنية السورية، عماد العضيلة، الحدث. إلى تركيا فلا تكاد تخلو منه مائدة في رمضان، تكتظ الأفران بطوابير المنتظرين لشرائه. انتشر في البلاد قبل عدة قرون وما زال يلقى رواجا وانتشارا في الشهر الفضيل. نتحدث عن خبز البيدة التركي الذي سيحضره برفقة العاملين في أحد أفران إسطنبول، مراسلنا زيدان زينكلو. رغم تنوع المطبخ التركي في رمضان، إلا أن تقليد خبز البيدة لا يندثر. هو الخبز المخصص لشهر رمضان ويأكله الأتراك في وجبتي الإفطار والسحور، فهو ضيف مائدة الأتراك طوال الشهر الفضيل.
نحن في هذا التقرير سنصنع البيدة مع الخبازين في هذا الفرن بحي يني بوسنا بمدينة إسطنبول. خبز البيدة موجود منذ مئات السنين، فخور لأنني أحضره هنا وساهم في توفيره على موائد العوائل. البيدة هو خبز تقليدي خاص برمضان، انتشر في الفترة ما بين 1600 و1700 ميلادية أيام الدولة العثمانية. عندما يحل شهر رمضان نجهز نحن أصحاب الأفران لعمل خبز البيدة الذي تعلمناه من أجدادنا. له طريقة خاصة في التحضير والخبز، وله طحين مخصص. الأتراك لا يحبون تناول البيدة إلا ساخنا، لذلك تبدأ الأفران ببيعه طازجا قبل الإفطار بساعة واحدة. بالتالي مهمة الحصول على خبز طازج قبل الإفطار ليست بالمهمة السهلة، فازدحام الأفران للحصول على البيدة بات طقسا رمضانيا. خبز البيداء أكثر شيء تشتهر به إسطنبول في شهر رمضان، وهو تقليد عثماني أكثر من مجرد خبز متوفر في الأفران. هذه التقاليد قديمة لدينا، مثل القهوة التركية وبعض المعجنات والأفران. كذلك خبز البيدا له خاصية وطعم مميز بعد صيام وجوع. بعض المصادر تقول إن أصل كلمة بيدا فارسي ومعناه الفطير، لكن رغم أصلها الأجنبي ظل هذا الخبز تقليدا رمضانيا تتوارثه الأجيال لقرون طويلة، حتى أن الإقبال عليه في تزايد مستمر بين الجيل الجديد. لقناتي العربية والحدث، زيدان زينكلو، إسطنبول. مشاهدينا، في ختام هذه الجولة نذكركم بترقب عند الرابعة مساء بتوقيت غرينتش، السابعة مساء بتوقيت السعودية على قناة الحدث، المقابلة الخاصة مع رئيس مجلس القيادة اليمنية رشاد العليمي في الذكرى الثانية لانتقال السلطة للمجلس. انتهت هذه الجولة، شكرا لكم، إلى اللقاء.